أنس بوناني وكيل لائحة استحقاقات الجمعية حيث تجمع وطني الحرار اقتراعات 8 جميل 2021. تنأكد بأن اللائحة اللي تم التسريب ديالها والتداول فيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي وثيقة ولا صورة غير صحيحة، والوثيقة الصحيحة هي اللي فيها 61 مرشح، 40 من الرجال و21 من النساء، واللي محطوطة في الحساب الشخصي ديالي شخصيا وفي الإدارة ديال الحزب، وهي اللي تحطت في السلطة المحلية وخدينا عليها توصيل نهائي. هذه اللي تنعاود تنكرر هي الوثيقة الصحيحة، ما عدا ذلك فهو غير صحيح. على ذكر اللائحة أستاذ، شنو هي المعايير المقاييس اللي خديتوها باش اختاريتوا لهاد الأشخاص هذا، والرهان ديالكم إن شاء الله تظفر بأكبر المقاعد في هاد الاستحقاقات؟ والوثيقة حنا حاولنا نغطيو بها الإقليم ديالنا كامل أو جماعة القنيطرة كلها، ما بغينا نصفوا جميع السكان ديال الأحياء اللي تتمثل القنيطرة وتكون تمثيلية ديال الجميع، حتى يكون لنا صوت الجميع ونكونوا على دراية بمشاكل الجميع، وباش تكون عندنا إن شاء الله حلول للجميع. فرصة أنس بوناني، بالنسبة للمجال اللي خاص تستهدفو في مدينة القنيطرة، واش غيكون استهداف شامل أو يكون واحد المجالات معينة دون أخرى؟ وهناك أولويات، يعني كنا تنعرفوا بأن هناك أولويات وهناك مشاكل كبيرة في القنيطرة اللي خصنا ولا بد نبداو بها. مثلا تعرفوا بأن النقل الحضري هو غادي يكون في الأولويات، موراها النظافة، البنية التحتية وأمور أخرى اللي غادي تكون إن شاء الله موضوع ديال الندوة الصحفية اللي غادي نديروها غدا إن شاء الله مع الخمسة، وترحب بكم بهذه المناسبة. مرات يعني اليوم الثاني من انطلاق الحملة، واش نتوما أستاذ مستعدين وكيشتي يعني انطلاق اليوم الحملة؟ والحمد لله بل في إطار التدابير الاحترازية، الأمر الحمد لله بل الأمور مزيانة، احنا مشغلين ما تردوش البال الاحزاب الاخرى بما بقدر ما تردوا البال لينا حنايا، وتركزوا على العمل ديالنا مع الاخوان ديالنا مع المرشحين ديالنا ومع المناصرين والمناضلين ديالنا، والحمد لله الامور جد ايجابيه، كاين اشارات جد ايجابيه ان القنيطريين بغاو التغيير، وتنظن بان ننتظروا مفاجأة إن شاء الله من العيار الثقيل، كاين بوادر جد إيجابية ولفائدة الحزب ديالنا إن شاء الله.